صعب شافي، عايز ابتدي معاك. الوضع ضبابي، محدش فاهم حاجه، نادي الزمالك رايح على فين؟ أكيد يا كابتن خالد، الحياة تتوقف في نادي الزمالك. الحياة تتوقف لأسباب كتيرة، يعني مفروض عليك كل المعارك داخل النادي وخارج النادي. مؤسسة كبيرة وعريقة اسمها نادي الزمالك، جماهيرها بالملايين في كل الوطن العربي وفي كل العالم، تتوقف هذه الحياة فيها بهذه الطريقة، أعتقد هناك علامة استفهام كبيرة. يعني في الوقت اللي بيقاتلوا وبيناضلوا علشان استقرار أندية أخرى تستقر ويدوا لها كل حاجه، في الوقت نفسه بيحاولوا يضربوا استقرار نادي الزمالك، وضربوا استقرار نادي الزمالك. فده شيء مقبول غير مقبول ومرفوض نهائيا، لان نادي الزمالك مؤسسه رياضيه كبيره تساهم في صناعه الرياضه المصريه، ولها دور كبير في منتخبات مصر، هي خط امداد الاول من وجهه نظري للمنتخبات الوطنيه. فمؤسسه تتعطل فيها الحياه، ويحاول كتير حتى اللي جوه النادي بيعطلوها من خلال رفع دعوات قضائيه وملاحقه مجلس الاداره. انت كنت بدات بتجميد، بدات بحجز على اموال، عدم قيد، مشكلات كبيره تم تصديرها نادي الزمالك لتعطيل مؤسسه نادي الزمالك. فنادي الزمالك بيقاتل ويحارب من اجل الاستقرار. كمان انت بتواجه في الوقت نفسه عدم عداله، وبتواجه غياب النزاهه وغياب الشفافيه، وشفافيه والعداله في مكان اخر مش موجوده في نادي الزمالك. فاذا نادي الزمالك يواجه ظروف صعبه وقاسيه، الحياه تتوقف، محتاج تدخل سريع من الساده المسؤولين عن الرياضه في مصر لانقاذ نادي الزمالك، حتى تعود له الحياه لخدمه الرياضه المصريه.